السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. في عندنا الوراثة اللي نسميها احنا بالمالتي ليفل انهيرتانس، يعني شلون مثلا الطفل يرث من أبوه وممكن يرث من جده أيضا بعض المواضيع. فهنا نفس الحالة، مثل ما قلنا ماكو وراثة متعددة، يعني ما تقدر ترث أكثر من كلاس واحد، لكن تقدر ترث من كلاسات كمالتي ليفل. يعني هنا أنت عندك مثلا كلاس الامبلوي، زين خلينا نعطي له فد فانكشن الامبلوي، نقول مثلا عندنا شنو نعطيه، مثلا خلينا نقول انه عندنا فانكشن اسمه ريد، زين وهذا الفانكشن الريد راح يكون عنده كونسول ويقول لك انه مثلا هذا ده يجي من كلاس الامبلوي. زين خلينا نقول كلاس امبلوي، هذا عنده فانكشن اسمه ريد، وعندك هنا فانكشن اسمه برنت داتا. خلينا نصنع له فانكشن اخر نسميه ب شو نسميه student info مثلا، ونجي نعمل له كونسول، خلينا نقول له حتى نتاكد انه هذا يجي من الستودنت نسميه بال كلاس ستودنت، بس للاطمئنان انه يجي من كلاس ستودنت. اوكي، صار عندنا هنا فانكشن، صار عندنا هنا فانكشن تابع لهذا الكلاس اللي هو الامبلوي، يرثها الستودنت اللي في داخله ايضا كلاس فانكشن اخر، واللي هو يرث بالتالي من امبلوي، منو يرث من عنده الريد ايضا على فكره. فهنا صار عندك فانكشن اخر ايضا له، يعني هنا الستودنت اذا قلت له ستودنت دوت ريد، لاحظ يقدر يشوف الريد، نقدر نقول له سيف اند ران، لاحظ كلاس الامبلوي هذا جابه من كلاس الامبلوي، لان الريد غير موجوده في الستودنت، بس كون انه يرث من امبلوي فقدر يشوفه. حلو، ويقدر يشوف ايضا الستودنت انفو لان هو مالته اصلا، مالت ستودنت. زين ليش ما نعمل كلاس اخر يرث من اثنيناتهم؟ هذا اللي احنا نسميها بالمالتي ليفل. يعني اذا هنا عندنا كلاس اسمه يوزر، هذا الكلاس يوزر راح يعمل اكستندز من ستودنت. مرات تصير عندنا حاله مثلا كلاس الامبلوي عجبني بيها كونستراكتور وبيها هذا الفانكشن، وكلاس الستودنت اهم عاجبني بيها البرنت داتا وبيها الستودنت انفو. الستودنت ديرث من الامبلوي عن طريق الاكستند، اقدر اخلي اليوزر يرث من الستودنت وبالتالي يرث من الامبلوي، تمام؟ هذا صار جد، صار جد لليوزر. ليش؟ لانه انت هنا الستودنت، خلينا نغلق هذا، الستودنت يرث كل معلومات الكلاس، فصار كل الاشياء اللي موجوده هنا بالامبلوي موجوده هي بالستودنت. فانت كيوزر اذا ورثت الستودنت، ورثت من الستودنت، فراح ترث الموجود بالستودنت وترث ايضا الموجود بالامبلوي كلها. فهذا اللي احنا نسميها مالتي ليفل، انه اليوزر ده يرث من اكثر من ليفل، ليس مالتي انهيرتانس. انتبه، هنا نسميه مالتي ليفل، اكثر من ليفل. فهنا اذا اجيت على سبيل المثال اعمل لي var user مثلا، وهنا نقول له for example new user قوسين بهذه الصيغه، واجي هسه اقول له user dot، لاحظ عندي شيء اسمه read اللي دي اخذه من من دي اخذه منه من الامبلوي، قدر يشوف الريد. وايضا عندي user dot منو student info اللي هو يرثها من من اللي هو يرثها من الستودنت، student info. زين وتقدر هم هنا مثلا تعمل له فت function، خلينا نقول هنا نسميها user info. اوكي، وهنا نقول له مثلا من class ال user دي يجيك، فتقدر تقول له user dot user info، هذا اول واحد
بهذا الشكل. هنقول سيف، رايت كليك، اوبن انتجريتد تيرمينال، تعال هنا قول له نود inheritance.js، انتر. لاحظ جاب لك الفانكشن الموجود في كلاس الامبلوي، وجاب لك الفانكشن الموجود في كلاس الستودنت، وايضا الكلاس الموجود في نفسه اللي هو هنا انا باليوزر. هذا اللي احنا نسميها بالمالتي ليفل، انه ترث اليوزر ده يرث من الستودنت، والستودنت ده يرث من الامبلوي، فاذا اليوزر يحتوي على معلومات اللي موجوده في الستودنت والامبلوي. لهنا وصلنا لنهايه الدرس، نكمل وياكم بالدرس القادم، مع السلامه.